محمد باكي الكاتب العام لجمعية أفو الكيلي المهني وأرباب وسائل النقل الدواجن بجهة تسمسا. اليوم احنا كنستنكروا واحد البلاغ رد بواحد الجمعية هنا في القليعة على أساس أنهم داروا إضراب، داروا إغلاق المحلات ديالهم لمدة 3 أيام، 2 و 3 أربع. حنا كيتهمونا بأنه راه كنزيدوا 3 دراهم، بأنه راه النقالة كيزيدوا 3 دراهم في الكيلو، راه التكلفة ديال الإنتاج طايحة، راه الغلا جاي غير من عند الموزيع. حنا لا، بالعكس، حنا كنوفروا، كنمشيو نتنقلوا في الظروف، وفي حتى حنا راه المازوت زايده، الخدام كاين، الكسور كاين، والمالين الكوارا كيخرجوا. الميساج راه الميساج اليوم خرج ب 25 درهم في الضيعه، 25 درهم الدجاج اليوم في الضيعه، ولكن حنا ما تقديناش ب 25 درهم، تقدينا ب 24 درهم ونص، وكنبيعوا ب 25 درهم ونص. حنا راه طايحين على الميساج، الا جينا باش نقولوا راه الميساج اللي مخرجين الجمعيات ديال المربين باش نبيعوا بالثمن ديال الميساج، راه ما غاديش نبيعوا ب 20 درهم على بدرهم على الميساج، راه غنبيعوا ب 26، حنا بعناها ب 25 ونص حسب المناطق. وكنلقاو صعوبه باش نوفروا هذا المنتوج هذا، باش يفيق المواطن في الصباح ويلقى المنتوج حداه، هذا عنده مناسبه، هذا عنده وليداته، هذا هذاك الطير باش ما ياكل، وباش حنا نسميتو نوفروا سلعه للاسواق. حنا في سوق الحد معنا البارح ب 485 ريال، وزائد كان نتحملوا المصاريف ديال الصنك. هذا الواجب كنخلصوا 5 دريال الكيلو، 100 كيلو كنخلصوا عليها 25 درهم، زائد 5 درهم ديال الكروسه هي كنخلصوا عليها 30 درهم. 30 درهم هذه راه خاص اعاده النظر، خاص الدوله باش يشوفوا الجماعات والمسائل باش ينقصوا ويحيدوا لنا هذا الصنك، هذا ما نبقاوش نخلصوه. المازوت راه غالي علينا، المسائل راه حنا ما عندناش الدعم ديال المازوت، ما عندناش الدعم ديال الغازول ولا شي حاجه، والسلعه ما كنلقاوهاش، ما كنلقاوهاش، كنضروا. البارح مشيت انا لمراكش، مشيت لمراكش باش نجيب الدجاج، باش الصباح نوفروا للكليان ديالي. فين غادي نجيبو؟ راه ما كاينش، راه حسب الزاويه 480 سميتو، يلاه توصلوا لكادير، غادي توصلوا لهنا بواحد درهم ونص زايده ديال الكسور على حسب الطريق، على حسب راه المازوت، راه تاكل واحد 700 درهم ديال المازوت، وخلي له توروت وخلي المسائل، راه ماشي غتجيبو بواحد الثمن ب 480 وتبيعو ب 480، لا يمكن. ولكن بعض الاخطارات كاع كتضر انت خاسر ضيع، لان بعض الاخطارات الكسور كيكون عندك الدجاج واكل الدجاج سميتو، كيوصل هنا كيكون ناقص في الوزن. هذيك ربما بعض الاخطارات ماشي 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 غالبا، ماشي دائما، لان كتقلب باش تشري الجوده، كتشري الجوده. كان بعد واحد العام كان شويه بهذا الثمن، ولكن ما طولش هذا العام، راه من بعد راه الناس تضروا، راه المربيين الصغار راه ما بقاوش، راه جينا كنحسبوا ذاك النهار لقيت شي 20 ولا شحال من واحد كتعيط عليك يقول لك انا ما معمرش، راه ماشي واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، بقاو سميتو الفلاحه الكبار اللي باقي شي وحدين فيهم، كيعمروا، لان ما بقاوش كيعمروا، تراكموا عليه الديون. واش فاز كان الدجاج في 2020 ب 6 دراهم، والفلوس داير 3 دراهم، والعلف داير 5 دراهم، واش بدا كيعمر؟ راه 3000 فلوس راه غادي ليها واحد 4 المليون ولا 3 المليون. دابا راه التكلفه ديال الانتاج طالعه، المربين كيتشكاو كيقول لك اسيدي راه التكلفه راه طالعه علينا ب 17 درهم و 18 درهم. راه ما يمكنش، لان الفلوس كان ب 3 دراهم و 50، ولا دابا ب 7 دراهم، العلف كان ب 3 دراهم وشي حاجه، ولا دابا ب 5 دراهم و 70 فرانك. ما يمكنش، واش هاد الناس هادو بغيت تاكل ديالهم؟ راه ما يمكنش لك، ما فين غادوز ليه؟ السيد هاد الناس هادو راه تضروا، ماشي غير سميتو، راه طالبي حتى هو تزاد، نقول له حتى هو راه النقله راه كيزيدوا، راه ما يمكنش. الزيادات كلشي تضر فيها، الزيادات اللي كاينين. راه حنا كنلقاو صعوبه، واش انا غادي بغيت نجيب طون غنجيبو ب 25000 درهم 24000 درهم، كنا كنشريوها 10000 درهم كنشريو بها طون، راه ما يمكنش، راه حتى حنا راه تضرينا، وفي العشيه كتخوي المول الحانوت الصباح، وفي العشيه كتضر عاوتاني، دير المازوت وتمشي تقلب على الفلوس ديالك، ويا ربي تلقاهم ولا ما تلقاهم.
الى ما باع كيقول لك حتى الغدا ما غادي تحط ليه ولا كتخدم نهار وتجلس نهار. دابا كاين اللي كيخدم نهار ويجلس نهار، واش غادي يدير؟ واش مازال غيهبط هاد الدجاج؟ وحنا كنتمناو كنترجاو من عند الله باش يهبط. راه حنا بحالنا بحال مول الحانوت بحال المستهلك، راه حتى حنا كنمشيو كنشريو، راه ملي كيخرج السوق راه ماشي حنا اللي كنتحكموا فيه، راه كتخرج الزاويه ومن بعد كتخرج الزاويه كتخرج السلميه الاولى، كتخرج الزاويه كتخرج مراكش، كيخرج سميتو عاد كاينين الناس اللي سميتو كيخرجوا. راه ملي كيخرج الثمن عند مول الكره نقول ليه انا نقص ليا، راه ما ينقص ليا، كيقول ليه هادشي اللي خرج في الميساج، هادشي اللي قالوا الناس اللي اتفقوا عليه المربين باش يبيعوا، ماشي انا غادي نقول ليه لا واه داير 400 وثمانية بيع لي انا غير ب 400، راه ما يمكنش. دابا عنده 40 يوم ما خصوش يفوت عنده. دابا كيفوت كاع اكثر. الى مع هذا ما كاينش الرواج كيفوت كاع اكثر. كيفوت كاع كيوصل حتى ل 50 يوم لان ما كاينش الرواج. باش نقولوا ذاك الرواج المناسبات والمسائل ما كاينش. راه كيحيد ولكن كاين الكليان، كل واحد والكليان ديالو، كل واحد والمسائل ديالو ان شاء الله. يسالك اليوم اخيرا وكنطلبوا من الله، حيت هاد الناس هادو كنطلبوا من الله، الله يهدي الله يهدي ما خلق. لا كيقول لك حتى الموزعين كيزيدوا عليه هاد ما كنزيد حنا درهم علاش كنبيعوا. هاد الناس هادو خص هاد السلسله تكون متجانسه، تكون سلسله متجانسه متسامحه بيننا وبينهم، لان هادشي خص يكون فيها شويه ديال الانسانيه. راه حنا كننقلوا واحد المنتوج اللي مهم، واحد المنتوج اللي ضروري منه لا سميتو هذا الموزع ولا مول الرياشه ولا مول الكوري، خاص تكون ثقه تامه بيناتهم، لان واحد كيكمل لواحد. الا كانت واحد السلسله مقطعه راه ما يمكنش تدوز. راه حنا خصنا نكونوا يد في يد، نكونوا بغينا الخير لبعضياتنا، ماشي نكونوا دايرين العصا في الرويضه. عادل العرباوي ممثل جمعيه افولكي لارباب ومهني وسائل النقل جاسوس مسا. هذا يعني المشكل، هذا جينا باش نعالجوا واحد المشكل وقع البارح. واحد الجمعيه، لا زالت فتيه، خرجت بواحد القرار، قرار فجائي، قرار فردي ليس له مستند قانوني، وامراض المحلات ديال بيع الدجاج بالتقسيط باش يسدوا، لان في هذه الاونه كنعرفوا ان البلاد ديالنا كدوز بواحد الموجه ديال الغلاء اللي صعب على المواطن البسيط انه يتحملها. ولكن هاد الناس قاموا بهذا القرار الفجائي على اساس انهم كيظنوا ان هذا القرار هو تضامني مع المواطن، في حين انه كان عكس، لان معظم الناس ديال القليعه ما يمكنش انهم شي ياخذ الدجاج ب 100 درهم. راه انت سديت عليه المحل ديال الدجاج، راه صيفطتيه لمناطق بعيده باش يجيب الدجاج، يعني رزت عليه حتى الترونسبور. يعني الانسان خصو الا كان رئيس جمعية خصو يكون عنده، خصو يكون صانع قرار. قبل ما تكون رئيس جمعية خصو تكون صانع قرار. من بعد كان هناك واحد الاتهام للاخوه الموزعين على اساس هم السبب الرئيسي وراء غلاء سعر الدجاج، واعتبرهم كمضاربون. اليوم جينا باش نفندوا هذه الاشاعات هذه بمدينة القليعة، ونبينوا الرأي العام أن السبب الرئيسي وراء غلاء سعر الدجاج راه ماشي هو مول الرياشة أو الباعة بالتقسيط، ماشي هو الموزع، ماشي هو المربي الصغير. هذه الحلقة الثلاث هي تخدم المواطن البسيط، لأن لنفترض جدلا، أن هذا الموزع زاد 3 دراهم، و 3 دراهم هي 25 درهم 26 درهم. الانسان اللي كيفرق راه الانسان اللي كيفكر بواحد المنطق سليم، راه يقول لك هذا السيد راه غير كيرقع بالدارجه. لان حنا ملي كتكون رئيس جمعيه راه خصك تحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالك. راه هذاك الاتهام ديالك للطرف الثاني ما هو الا تعبير عن ضعف ديالك انتايا، لانك ما قدرتيش توجد واحد الحل جذري. واليوم حنا بغينا نقولوا الراي العام، نقول للمواطن ان السبب الرئيسي وراء غلاء سعر الدجاج راه هو التكلفه، وهو المربي الصغير ما بقاش عندنا. كان عندنا مربي صغير، عندنا شركات كبرى، عندنا مربي صغير، عندنا موزعون، عندنا باعة بالتقسيط. هذيك الحلقه ديال المربي الصغير ما بقاش عندنا، علاش؟ لان اثقل كاهلها بالديون. الاغلبيه راه تم الافلاس ديالهم، الاغلبيه عندهم ديونيه، الاغلبيه تم الحجز على الممتلكات ديالهم، الاغلبيه دولهم ضيعت ديالهم، في حين غادي يبقى عندنا واحد
اللوبي اللي هو بغى يحتكر هذا المجال، بغى هو اللي يدير الانتاج ديال العلف، بغى هو اللي يدير الانتاج يكون عنده ديال المحاضين، المحاضين ديال الفلوس، بغى هو يكون عنده الضيعات ديال الانتاج. ديك الساعه يمكن ليه انه يتحكم في السوق كيف بغى. كيف اليوم كتاخذوا الزيت مثلا ب 25 درهم، غتولي واحد الضغط وتاخذوا الدجاج ب 40 درهم وتروح ما تقدر تتكلم، لان اللي مخلي الدجاج كيبقى دائما مستقر هو هذا المربي الصغير. دائما كتلقى دائما كاين واحد الوفره الحمد لله. اليوم عندنا العرض قل من الطلب، علاش؟ لان معظم الشركات الكبرى كتوجه المنتوج ديالها للزباطور ديالهم هما اللي كيتم ذبح الدجاج بواحد التقنيه اللي هما فرضوها، وكتوجه مباشره للمحلات ديالهم. يعني المحلات ديالهم ما غايجي بغيتي تدي الدجاج بغيتي تديه ما ديش، يعني ما عنده سوق. الله يرضى عليك. الدرويش شكون خدام معاه؟ خدام معاه المربي الصغير، خدام معاه الموزع، وخدام معاه الباعة بالتقسيط، لان حتى هاد الرياشات راه كانوا غيحيدوهم. راه هنا درنا مرافعات وحضرنا لقاءات باش تم الادراج ديالهم وسموهم بوحدات الذبح. مرحبا لك، شي سؤال اخر؟ ما شفتش الرساله ديالك الاخيره. الرساله الاخيره اللي بغيت نقول هي موجهه للمسؤولين القيمين على هذا البلد. هذا نحن نعيش سنوات عجاف، ينبغي على صناع القرار يتدخلوا باسرع وقت، لان راه مني ولي كتشوف المواطن راه ما تيخرج حتى كتوصل فيه العظم. المواطن راه ما كيخرج حتى توصل فيه العظم. انا شخصيا كنبيع الدجاج، والله الا في بعض الاحيان ما كنديش للدار. علاش؟ لان كتشوف ان التكلفه غير باش تمشي تجيب الدجاج زادك المازوط، كنتي كتمشي مثلا ب 300 درهم ولا كتمشي ب 600 درهم، الكسور ولا كيجيك غالي. الا جبتي غير 20 كيلو ديال الكسور ب 1000 درهم، يعني هاد الخلفيه كاع ما عارفينها الناس كاع. كاين عمر كتكمل من جيبك، كتكمل من جيبك غير باش توزج هذا المنتوج للمواطن. وهنا حتى الاخوه رجعوا شويه للور وحيوا الايام ديال كورونا، راه الموزعين كانوا مضحين بروسهم باش يحضروا هذا المنتوج هذا للسوق اليومي. يعني كانوا واحد مجموعه من التضحيات، ولكن باش يكون عندنا كفران الجميل هذا من الامور التي نستنكرها. احنا راه الهامش الربح ديالنا راه باين، راه ما كيتعداش درهم. وكان في بعض الاحيان كاع قبل كانت المنافسه، كاين اللي كيخوي الدجاج على 10 دريال، كاين اللي كيخوي حتى على 5 دريال، وكاينين الناس اللي شنو مصبرهم انهم يبقوا في هذا المجال هذا. هو كيقول لك ما يمكنش لي انا هذا الشيء، انا في واحد مده 20 سنه ما عندي الا نصبر، هذه غير موجوده ديزا. ونتمنوا من المسؤولين انهم يعاودوا يرجعوا الحسابات ديالهم. حتى راه الشركه ديال الاعلاف كتقول لك حنا راه ما طلعناش في التكلفه ديال العلف لانه كان ب 3 دراهم ونص، اليوم اصبح ب 5 دراهم و70 فرانك، يعني راه نص بالنص. يقول لك حنا راه حتى المواد الاوليه اللي حنا كنخدموا بها راه تيرا تزادت، الصوجة راه ما كايناش، الدار راه ما كايناش، ولاو كيخدموا غير بالنخالات. النخالات طلعوها على المربيه الاغنى ولا دايره دابا كما قلت البارح في واحد اللقاء، راه صفحه دابا دايره 120 درهم عوض كانت دايره غير 50 حتى 60 درهم. يعني اش غنقول لك، يعني نعيش فوضى داخل هذا البلد. لا ندري، كل واحد داير ما بغى، ولا ندري من المسؤول. ولكن المواطن اش كيبان ليه؟ كيبان ليه غير هذاك الحيط قصير خاصو ينقزو، كيبان ليهم الرياشه، كيبان ليهم الطوموبيل، كيبان ليه هذاك المربي راه قريب الدوار عنده راه غليتي عليا الدجاج. هذاك المربي لو تشوف انت غير المشاكل اللي كيعيشها والاكراهات اللي كيعيشها، والله ما تقدر تريح حداه. راه قلت لك غير دجاج كاين اللي يبيع الدجاج دابا ب 50 درهم الكيلو والله ما يخرج فيه. علاش؟ لان المشكل فيه كاين، المشكل راه الدجاج حساس، راه كاين اللي كيبغي يبيع القاطع ديالو وكتصيبو شي موجه ديال الحراره ولا كذا وكيموت ليه النص. فين عنده الرباح مازال؟ بالنسبه للمسؤولين دائما تجده بوجه بشوش، وحنا درنا مجموعه من اللقاءات مع مجموعه من الجهات، ولكن الاشكال عندنا اشكال في التفعيل. ما كاينش تفعيل، يقدر يستضفك، يقدر يريح معك سميتو، يقدر يعطيك وقت، يسجل معك نقاط كذا، ولكن تفعيل ما كاينش. حنا كاين مجموعه من حنا غير باش نغيروا الاسطول ديالنا، وهنا جات الفرصه باش نقولها. حنا دابا بالنسبه للقانون المذكره الوزاريه كينص على الاقفاص ديال البلاستيك وديال الحديد، ديال البلاستيك وديال الحديد، ديال الخشب اصبحت ممنوعه. مشينا حنا درنا اسطول ديالنا ديال الحديد، من بعد لقينا هذا الحديد فيه مشكل اخر. عاودتي شنو هو؟ صعيب تنظف، يعني خاصك تنظفه يوميا، وما كاينش اصحاب غسل السيارات ما يقدرش يستقبلك يوميا لان هذا الشيء كيشكل لي واحد الحرج. نظف، بغينا نديروا واحد المبادره على اساس اننا نديروا اقفاص بلاستيكيه. مشينا انا شده جهات اللي هي معنيه بهذا الامر هذا، منها مركز الاستثمار منها كذا، لحد الان ما كاينش. على الاقل
نزينوا غير الصوره ديال المدينه، على الاقل نزينوا غير الصوره ديال المدينه. وحنا بحكم اننا في جمعيه الحمد لله اللي خدام على سيت وطني وجمعيه مستقله لا تنتمي لا لحزب سياسي ولا لغرض سياسي، ولكن دائما تجد العثرات امامك، ونحن صامدون مستمرون بعون الله عز وجل حتى يقضي الله امرا كان مفعولا. ونطلب الصدر بالتوفيق والسداد، وشكرا لكم على الاستضافه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.